السلام عليكم، معكم عبد المنعم كسوح، مخرج فيلم كاستينغ. لي الشرف أنني أشارك معكم في مهرجان العمل الدولي السينمائي الدولي بمدينة روما، ولي الشرف أنني أكون في وسطكم ولو بالصورة. تمنيت أن يكون في وسطكم ولكن الظروف ما سمحتش، ولكن لي كلمة أني أشكر إدارة المهرجان على الثقة اللي ذاتها فينا، وصلتنا واحد الأمل، بما أنه مهرجان الأمل، وصلتنا واحد الأمل أننا نكون في وسطكم ولو بفيديو أو بفيلم. والسينما هي أحد منصة للتعبير عن المشاعر ذوي الهمم، وأشكر إدارة المهرجان على أن فكرت هذه الفئة لكينا كبيرة في العالم، ولها أفكار كبيرة ولها طموح كبير. ونتمنى من كل قلبي أن لما نتمنى يعني بما أنكم فكرتوا في الفئة، فالمهرجان جميل وأقوى مهرجان في العالم، أحسن مهرجان في العالم، لأن النية تسبق المقصود. والله اللي يكون معكم إن شاء الله كما كنت مع الناس. وتحياتي أستاذ كبير فادي لندن الذي مخرج كبير العظيم وجميع الممثلين الحاضرين، وتبارك الله عليكم. نتمنى أن الفيلم لي يعجبكم، ونتمنى أن العام الجاي نكون معكم إن شاء الله. تحياتي للجميع. مهرجان الأمل السينمائي الدولي في عام 2021 تحقق الحلم لكل ذوي الهمم والقدرات للدورة الأولى، وكانت بالسويد. وفي عام 2022 نواصل تحقيق الحلم عبر البحار، سينما بلا حدود. ومن هنا ومن خلال فن سينما الأمل ينير مهرجان الأمل السينمائي الدولي الطريق له، حتى يصبح في تناغم مع سائر المجتمعات أفلام عالمية، سينما بلا حدود أو حواجز. مهرجان الأمل، صوت لمن لا صوت له. السلام عليكم ورحمة الله. مروق قاري ممثل في فيلم كاستينك من أخرج الأستاذ متعي والصديق والأخ عبد المنعم وقصح. الشكر له هو لأول، وثانيا كنا نتحدث عن مهرجان الدولي للأمل، تحدثنا كثيرا وتقسمنا الأفكار وعجبنا مهرجان، وكان الشكر للأستاذ فادي لي شجعنا، شكرا له، وشكرا لإدارة مهرجان الأمل، شكرا خالص من القلب. والسينما هي لغة العالم، السينما لغة الرجل، السينما لغة الشاب، السينما
لغة شابة، السلمة لغة المعاق أيضا. نشكر المدير مهرجان فدي، ونشكر إدارة مهرجان ولجنة التحكيم، شكرا من القلب. كان معكم مروان من المغرب، شكرا.